بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتفل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتدشين منظومة عدادات النفط الخام بشركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وبهذه المناسبة تزامنا مع ذكرى 60 من لتصدير النفط الخام من الأجداد المؤسسين، ولله الحمد والمنة وصلنا اليوم بتاريخ 25 أكتوبر 2021 إلى إنجاز واحتماد هذه المنظومة، والفضل لله سبحانه وتعالى وللجنود المجهولين من كافة الإدارات، ونعني إدارة المشاريع التابعة للعامة للهندسة والمشروعات. وكذلك لا ننسى في هذا المقام أن نتقدم بالشكر أيضا للعامة للقياس للمجهودات التي بذلت من المتابعة، وكذلك حضور كل الاختبارات على هذه المنظومة المهمة التي تعتبر هي من أهم المنظومات لقياس ومعايرة النفط الخام المصدر. فنحتفل في هذا اليوم جميعا ولله الحمد والمنة أن وصلنا إلى هذا المستوى، وهو احتماد هذه المنظومة، كما نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع ومن كافة الإدارات التابعة لشركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. ونتقدم أيضا بالشكر لكل العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط الذين دعمونا في هذا العمل، ونثني على المهندسين المشرفين على هذا المشروع كما أسلفنا من إدارة المشاريع وكذلك إدارة الصيانة وكل الإدارات التي ساهمت في هذا العمل، ولكل الجنود المجهولين الذين لم يثنهم الظروف الحالية من جائحة كورونا أو الأمور الأخرى عن العطاء والبذل والإصرار على استكمال هذا المشروع. فلله الحمد والمنة، والسلام عليكم ورحمة الله.